لحباب السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم العيالات، السلام عليكم الاخوان، السلام عليكم، كي دايرين؟ صحيحه ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم مزيانه. في هذا الفيديو غنهضر على شحال من حاجه وغنفسر شحال من حاجه، ولكن اول حاجه اللي غنشرحها في هذا الفيديو بالنسبه للعيالات، بالنسبه لحباباتي اللي دخلوا يعد جداد مؤخرا في القناه وما تيعرفوش مزيان القناة تاعي، من غير المعلومات تاع فرنسا راني تنهضر على الصباغة الطبيعية. وشحال من سؤال جاني البارح من حطيت الفيديو تاع الانديغو. حباباتي اللي بغيتو الشرح والمشتريات ومن تنشري لي بودغ ايغوفيديك، يعني البودرات البودرات الهندية، رانا حاطة الفوق في القناة، هاي القناة دخلي البلاي ليست، عندي البلاي ليست فيها شحال من حاجة، فيها الشرح شحال من حاجه، هاي لا بلاي ليست عندي فيها شحال من حاجه، وتلقاي فيديوهات الصباغه الطبيعيه. المهم كاينين فيديوهات الصباغه الطبيعيه، كاين فيديوهات على الشعر، كاينين فيديوهات تاع روتينات، كاينين فيديوهات تاع جوله في المطبخ، كاينين الفيديوهات تاع المهن في فرنسا والشرح، كاين فيديوهات تاع اتسوانيونت. المهم عندي في القناه في البلاي ليست كلشي مقسم. بالنسبه للعيالات حباباتي اللي تسولوني على الانديغو والمشتريات، رانا تنشري الانديغو من اغومازون، من اغومازون ماشي من امازون. وبالنسبه للعيالات والاخوات اللي دخلوا عندي جداد، راه عندي قناه باللغه الفرنسيه، غنخلي لكم لو لين تاع القناه تاعي باللغه الفرنسيه، راه فيه مشتريات هما بالنسبه لي بودغ ايغوفيديك، الصباغه الطبيعيه وكل ما هو طبيعي. تنهضر على الصباغه الطبيعيه واي ما كل حاجه طبيعيه. وكما قلت لكم انا تنخدم بمنتوجات طبيعيه بالنسبه للوجه، بالنسبه لشحال من حاجه. بغيتوا شي حاجه مرحبا بكم، دخلوا عندي الانستغرام. بغيتوا شي كريمات طبيعيين، دخلوا عندي الانستغرام. بغيتوا سيروم تحيد ليطاش وتنقي الوجه، دخلوا عندي الانستغرام نشرح لكم اي حاجه في المجال تاع الطبيعه والمنتوجات. مرحبا بكم عندي في انستغرام. الرجال عندكم مشكل تاع تساقط الشعر ولا تيطيح لكم شعركم، مرحبا بكم عندي في انستغرام. كومبليمون اليمونتير، مكونات غذائيه للطاقه طبيعيه، والله شاهد عليا، والله شاهد عليا، والله شاهد عليا، طبيعية 100%. مرحبا بكم عندي في انستغرام. هذه من جهة. من جهة اخرى هنهضر لكم في هذا الفيديو بالنسبة لفرنسا والحجر الصحي الجديد، وبالنسبة للأزمة الصحية. شحال من واحد في تيقول واش هذا الحجر الصحي هيكون هو السبب على اساس اننا هنخرجوا من الأزمة الصحية؟ واش هذا الحجر الصحي تاع 4 أسابيع اللي هيبدأ في هاد نهاية الأسبوع، واش هو هيخرجنا من الأزمة الصحية؟ هضرنا على سميتو، هضر الرئيس الفرنسي على المقاهي المطاعم ولي تيغاس، يعني قال بأنه إما 15 ولا 17 و15 ماي، ما بين 15 ولا 17 ماي هيبداو يحلوا لي تيغاس، لي تيغاس بداو يحلوا هي هذيك، يعني كاين واحد ليسبوار، كاين واحد الامل بالنسبه لي تيغاس وبالنسبه للمطاعم والمقاهي بيان سور بشروط وداك الشيء. قالوا على اساس ان سميتو الشعب الفرنسي والمواطنين الفرنسيين بداو تيتقبلوا فكره التلقيح. قالوا على اساس في الاخبار وعلى اساس هادشي اللي شناه مؤخرا، المواطن الفرنسي ولا متقبل لفكره تاع التلقيح اللي كان هو الحل الوحيد باش نخرجوا من هاد الازمه الصحيه. من حيث السفر كيما شفتوا، ما يمكنش تسافر، ما يمكنش دير، ما يمكنش تفعل حتى شي حاجه. بيان سور من تنهضروا على السفر راه تتقدوا تسافر، ولكن الحدود، تنهضر على الحدود،
يعني كاينين سميتو رحلات استثنائيه كما ديجا قلت لكم في واحد جوج لا مع ثلاثه الفيديوهات حتى في الحجر الصحي كاينين رحلات استثنائيه بالنسبه للناس اللي عندهم دي موتيف امبيريو وبالنسبه للناس اللي خدامين في سميتو في دول اخرى كاينين رحلات استثنائيه بالنسبه للناس اللي عندهم شي حاجه في المغرب تنهضر على المغرب تنهضر على اي بلد هي هذيك تتكون رحلات استثنائيه مع تتكون مبرمجه مع شركات تاع الطيران. بالنسبه لهذا الشيء تاع السفر وهذا الشيء تاع الرحلات والحدود وهذا الشيء كنت ديجا قلت لكم شي ثلاثه الفيديوهات اللي قبل قلت لكم بان كان عندي واحد لوفو تاع اير ارابيا العام اللي فات في الصيف ومع الوباء وهذا الشيء ما سافرناش بقى. للمعلومات اتصلت ب اير ارابيا لانني تمشي مع اير ارابيا من بو تندير بو مراكش يا هذيك. للمعلومات حبابي حباباتي عيط لهم وجاوبوني على اساس ان لو فول اللي كانت انيول العام اللي فات صلاحيه تاع لو بيي باقه حتى لو 31/12/2021 يعني نقد نستافد من هذاك البيي سميتو الافوار يعني هذيك الفلوس الافوار نستافد منها حتى الاخر تاع العام. ولكن قال لي سيد اللي هضرت معاه ستانداريست اللي هضرت معاه في التليفون قال لي بان من هنا 72 ساعه هيجاوبوني واش يقدوا يعطوني ان رومبورسمون بالنسبه للفول انولا يعني واش هيردوا لي فلوسي احبابي حباباتي. المهم انا هنجاوبكم من هنا نهار سميتو نهار 2 ولا 3 اللي جاوبوني راني هندير لكم فيديو نقول لكم اش كاين بالنسبه لهذه المساله تاع ارابيا والحدود وبالنسبه للناس اللي كان عندهم لي فول وتانيلو هذا الشيء. المهم غنقول لكم الجاري واش صاري. بالنسبه نهضروا على غوايا موني قالوا بان كاينه 30 حاله تاع ترومبوز هذاك لو كايو سونغان اللي خلقوا هذاك التلقيح تاع استرا زينيكا الترومبوز فوالا كاينه 30 حاله تاع الموت 30 ناس ماتوا من هذا التلقيح سميتو. بالنسبه لفرنسا قالت بان الناس اللي عندهم 55 عام قل من 55 عام يستافدوا من هذا التلقيح الفاكسان تاع استرا زينيكا اكثر من 55 عام ما عندهمش الحق يستافدوا فوالا يعني هاد التلقيح تاع استرا زينيكا اللي هضروا عليه وداروا عليه البلبله وهادشي وجرى فيه مشاكل هي هذيك وكانت هضرت عليه الاتحاد الاوروبي للادويه على اساس انه كانوا وقفوا واحد الفتره واحد اليوم ولا معرفت يومين وعاودت الاتحاد الاوروبي للادويه قالت بانه إيفيكاس بنادم راه يتلقح به. المهم عاودوا خرجوا احصائيات على ان اساس كاين مشكل في هاد التلقيح. المهم هذه من جهه. غنهضروا على الضريبه حبابي حباباتي تعرفوا بان هاد الوقيتات نديروا لا ديكلاراسيون تاع الضريبه. المهم كاين ديجا الناس مديكلارين يا ديك سميتهم تيهزوا لينا. المهم انا تيهزوا ليا من سالير ديريكت. المهم دايره واحد المهم واحد لو سيستيم راه ديجا كنت هضرت عليه في واحد الفيديو دي بريليفمون شاك مو تيهزوا لي شي شويه. المهم بالنسبه للضريبه وسميتو على الاوراق الضريبه الناس اللي تعمروا تيديروا الضريبه على الاوراق راه تكمل سميتو خاصهم ضروري يعمروا قبل لو 20 ماي 2021 اخر اجل على الاوراق. بالنسبه للناس اللي تيديروا على الانترنت كما انا تتقد ديروا تال سميتو 26 ماي ولا كاينين في بعض المناطق تال جوان تتقد تعمر على حسب الضريبه. هذه المساله تاع لا ديكلاراسيون يعني التسجيل تاع الضريبه وتتعمر الضريبه على حسب بعد نوبه كل منطقه كاينين المنطقات سميتو بالنسبه للانترنت تيقولوا راه خاص تعمر قبل. المهم هذه المساله ما متفقينش عليها ولكن الانسان هو اللي سميتو هو اللي عمر الضريبه
وحيد عليه هذا المشكل تاع الضريبه، لان من ما تتعمرش الضريبه وتتاخر على الضريبه اللي ما كانش عندك واحد الجواب مقنع بالنسبه الاداره تاع الضريبه تعطوك غرامه ماليه، والواحد هو اللي عمر الضريبه مقاده ما يغلطش، لان اللي نقصتي وما ديكلاريتيش بالفلوس كلها تكون عندك غرامه ومخالفه. لكن انت غير نسيتي واحد 1000 اورو سي با غاف. انا كانت جرات لي واحد المره نسيت 1000 اورو ومشيت عندهم، يا هذيك غولون داروا لي ان غولونسمون، المهم صيفطوا لي ايميل ومشيت عندهم، يا هذيك كانت غلطت هذه شي 3 سنين مع 4، يا هذيك كان واحد تسامح، لانني قلت لي راني ما درتش بالو ما درتش اتونسيون، يا هذيك وقلت لي بان العام اللي قبل نتوما اللي غلطتوا وخلصت اكثر ومن بعد رديتوا ليا. يعني كاينه واحد المساله تاع تدي معاهم تجي معاهم. المهم هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للضريبه، الواحد هو اللي ديكلاري، الواحد هو اللي عمر مزيان، والواحد هو اللي يكتب هذاك الشيء كله، ديجا تتكون بري غومبلي، راه تكون ديجا معمره ومقاده، خاص بنادم غير يفيريفي ويشوف اش كاين، لان داك الشيء تكون باين وتكون ترونسبارون. انا تنزيد شي حاجه كما قلت لكم بالنسبه لسميتو، من تيكون عندي شي مداخل اخرى يا ديك تنعاود نبينهم تنزيد هم، يا ديك تنفيريفي، لان كما قلت لكم بعد نوبه تنخدم شي كومبلوا سيرفيس، يعني تنخدم من راسي، يعني انا سميتو هذاك السيد اللي تنخدم معاه هو اللي تيديكلاريني، ولكن انا تنكون مقيده ديجا عندي واحد سميتو، تيكونوا تيجوني هذوك لي بولتان تاع شي كومبلوا سيرفيس، يا ديك ولكن تنفيريفي لانني كل مره وكيفاش تنخدم. رانا ديجا شرحت لكم هذا الشيء اللي تنقول لكم عليه دابا، يا دوك تيدخل في الضريبه، يعني اي حاجه خدمتها لا بالنسبه من تنكون سالاري مع شي حد تندير دي رومبلاسمون ولا شي حاجه تتكون باينه، او او ميم طون من تنكون خدامه مع شي واحد بيني وبينه واحد العائله، هذاك الشيك كومبلوا سيرفيس راه بعد نوبات ما تيكونش باين، شحال من مره ما تيكونش باين عندي انا في الضريبه، وتنشدو وتنقادو وتنحسب وتنحط، تيكون بري غومبلي، راه تيكون بري غومبلي، ولكن شحال من مره نساو ليا بانني ما مديكلاراش واحد 6000 اورو، كان جرات ليا نساو ليا عام 6000 اورو ما بانتش ليا، واحد العام اخر كانوا ديكلاراو تنعمر وتنفيريفي ونساو ليا الضريبه، نساو ليا واحد الفلوس، يعني انا وصافر الله ما قاولت انا عاودت غيرت، قلت لهم انني راني مصوره فلوس اخرى نتوما ما بيناش لكم، ولكن انا باينه ليا، راه واخا هما ما تبانش لهم في هذيك الوقيته، راه من بعد اداره الضرائب تتفيريفي، راه حتى شي حاجه ما ينسوها، راه تقدر يميكوا لك على 1000 اورو وتقول سي با غاف، ولكن تنسى لهم 6000 6000 اورو ولا 8000 اورو ما تقيدهاش، وانت صورتيها وما بينتهاش لهم، راه ما كما تنقولوا بالعربيه ما يعقلوش عليك. المهم هذه المساله تاع الضريبه سولوني عليها بزاف البنات، راه تيكون بري غومبلي، ولكن ضروري تتاكد على اساس انك مقاد المسائل، مساله تاع الضريبه مهمه احبابي احباباتي. ونقطه اخرى هنهضروا على الحكومه الفرنسيه بالنسبه لي زاسيستونت ماتيرنيل، كما تشوفوا في هذه الازمه الصحيه وفي هذا الحجر الصحي الجديد، المهم الاسيستونت ماتيرنيل نورمالمون خاصهم يسدوا، لان المدارس سادين ولي كري سادين شحال من حاجه سادين، ولكن كاينه واحد لا ديروغاسيون، كاينه واحد استثنائيه الحكومه الفرنسيه قالت على اساس ان بالنسبه للناس خدامين في بعض المهن وما عندهمش واحد الحل بالنسبه لا غارد دي زونفون، يعني ما تيكونش واحد يشد ليهم وليداتهم، لي زاسيستونت ماتيرنيل هيبقاو حالين، البعض اللي بغاو يبقاو حالين راه يبقاو خدامين بالنسبه الاباء اللي ما عندهمش واحد الحل بالنسبه لوليداتهم شكون اللي هيحضيه ليهم، هذه بالنسبه لي زاسيستونت ماتيرنيل. بالنسبه سميتهم بالنسبه للحكومه الفرنسيه اش قالت ثاني، كما قلت لكم الرحلات كاينه استثنائيه، يعني اللي كاين شي مشكل ولا ان موتيف امبيريو عند الحق الانسان يسافر، ولكن يدير اتونسيون، عاود نقولها الوثائق الوثائق الوثائق، راه ملي تنهضروا على واحد السفريه هي هذيك خاصك تبين لنا الوثائق، علاش غادي مسافر، فين غادي مسافر، يعني عندك رونديفو بالنسبه للناس كما قلت اللي عندهم دي رونديفو ديجا في تركيا دايرين على اساس انهم باغيين يسافروا، خاص باغيين
يعني يفتحوا شي عمليه تاع التجميل ولا شي حاجه، راه حتى هذاك الايميل حتى هو موتيف على اساس انه غادي يسافر هي هذيك، ولانه الاغلبيه تيكونوا دافعين واحد الدفعه تاع الفلوس، تيكونوا عاطين العربون كما تنقولوا. يعني راه كاينين حالات، كل الحالات هي هذيك اللي كانت عندك واحد السبب مقنع راه ما عندكش مشكل تقدر تسافر. اما بالنسبه ليا انا سميتو ما عنديش واحد سبب مقلع، راه ما كاينلاش نسافر، واصلا غير نجبد الصداع لراسي. يعني الواحد هو اللي يحترم القوانين كما قلنا. يا دي كما قلنا سفر الى الخارج راه هو في استثنائيات وداك الشيء، يا دي كون الناس اللي ما عندهمش الحق يسافروا بلا ما يسافروا، يا هذيك قالوا وهنا كنكد عليها على حسب التجمعات. انا ديجا هضرت عليها في واحد الفيديو، يا ديك التجمعات، تجمعات 6 ناس اللي كانوا اكثر من 6 ناس كاينين الغرامات، الغرامات. اتونسيون حبابي حباباتي، رمضان جاي الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه وبالرزيق يا رب الكريم، والله ييسر الجميع في هذا رمضان الايام المباركه. الغرامات اتونسيون، الغرامات الناس راه قابدو قالوها بان البوليس وان الحكومه الفرنسيه ما هتكونش متسامحه، سورتو كما شفتو في هذا الويكاند تاع الطاك قالت بان اساس انها كاين واحد التسامح، ولكن جاو قالوا ثاني عاودوا قالوا على اساس ان هذا التسامح راه ماشي باش تمشي تسافر ودوز واحد الويكاند وتم راجع. تسامح بالنسبه لان اللي بغى شي واحد يدي وليدات وتقابلهم ليه لي بارون تاعو، يعني بغيت كونفينا في شي بلاصه هاد الويكاند عنده شي غرض يا هذيك، ولكن باش يبدا بنادم مسافر بلا سبب لا حتى شي حاجه راه تيدير هادشي راه تيعاون غير انتشار المرض. هاد انتشار المرض هاد الواحد هو اللي بغى يقولوا في الاخير بغيتي تسافر من منطقه لمنطقه خاص تكون عندك واحد سبب مقنع. بالنسبه للمناطق اللي ما كاينينش فيهم، ما كانوش في هذاك اللي ما كانوش في الحجر الصحي اللي قبل، فوالا يعني الواحد هو يدير اتونسيون. فوالا كما هضرنا على الغرامات شحال من حاجه. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، خليت لكم الصحه والسلامه. المهم هضروا على الكمامات، قال لك بغاو يحيدوا الكمامات من هنا سميتو الابري مي نص تاع مي. المهم هضروا على شحال من حاجه، ولكن هادشي كله اللي هضروا عليه ما عرفنا واش هيديروا ولا ما هيديروش، حنا تابعينهم دقه دقه. خليت لكم الصحه والسلامه والعافيه. في الاخير ما تنساوش ديروا لي ابوني، 71% تتفرج فيا وما دايرش لي ابوني في الاحصائيات عندي في القناه، 71% تيتفرج فيا وما دايرش ليا ابوني. ديروا ليا ابوني الله يكبر بيكم، يا ديك الله يرحم بها الوالدين، وما تنساوش ليا لايك. او تحت صندوق الوصف غنحاول نحط لكم عيالات حباباتي حباباتي العيالات، نحاول نحط لكم الفيديوهات تاع المشتريات تاع الحنه الصبغه الطبيعيه، الشرح تاع الانديغو غنحاول نحط لكم. راه القناه تاعي راه ما فيهاش، راه قلت لكم شحال من مره سميتو ما فيهاش غير المعلومات على فرنسا، راه تنحط فيها حتى الصباغه الطبيعيه، وقناتي بالفرنسيه فيها الصباغه الطبيعيه ولي برودوي. العيالات الحاملات خلاو لي دي ميساج على حساب الانديغو، العيالات ديروا الانديغو، اديروا الانديغو. الحامله راه من حقها دير الانديغو، راه الانديغو راه غير بودره، راه غير عشبه يعني اون بلونت وطاحنينها، ولكن كما قلت لكم في الفيديو اللي حطيت لكم البارح تاع الانديغو تاع الصباغه تاع الشيب تغطي الشيب، ما تتحيديش، ماشي القادة على الشيب، صاحبونا تنديروا القادة على الشيب، غير تغطية الشيب، راه جوج المراحل، اللي عندها الشيب بزاف، جوج المراحل، راه مرحلة وحدة، راه ما تقضيش ليك، من هنا نقولها ليكم، راه بالتجربة، وبليزاتولي اللي درت مع دي فرونسيز، هي هذيك الصباغة الطبيعية، راه باش تغطي الشيب، راه حتى هي عندها طريقها. راه كيما ما تبغي تصايبي اون تارت او فريز ولا اون تارت ولا حلوه ولا كعب لغزال، كاين واحد النظام. راه نفس القضيه بالنسبه للشيب وبالنسبه للصباغه الطبيعيه، باش نخرج انا هذا اللون لشعري باش نخرج واحد اللون، راه ماشي غير جي وتخرج اللون، راه خاصك تدوزي وتعرفي اش تديري. واش فهمتيني؟ والمهم خليت لكم الصحة والعافية، اللي بغات المعلومة دخل عندي الانستغرام، الله يسهل والله يعاون والله يبارك والله يخلي لكم الصحيحة والله يفرحكم.